يا خيري، ومعايا واحد من نجوم الكره المصريه وواحد من نجوم منتخب مصر النادي الاهلي سابقا، كابتن محمد شوقي. كابتن محمد طبعا مرحب بيك على اون تايم سبورتس. بنتكلم النهارده حدث لاول مره بطوله دوري افريقيا، واكيد يعني وجود 8 فرق وبطوله مستحدثه، شايفها ازاي هتضيف للقاره السمراء؟ اول حاجه برحب بيك يا خلود حبيبي. و بص، انا ما اقدرش ان تحكم على 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 ايه اللي ممكن يحصل فيها، ولكن خلينا نشوف. مبدئيا طبعا بطوله فيها فرق كبيرة من أفريقيا، العائد المادي فيها كبير بالنسبة للأندية، ممكن العائد الفني أظن برضو هيبقى كبير، ولكن ده مش هيتحقق أو مش هتشوفه دلوقتي غير لما تشوف ارتباطات الأندية بقى، لما تلعب دوري وتدخل الماتشات دي كلها وتشوف هل هيأثر على أداء الفرق ولا لا، بارتباطات ماتشات كتيرة ولا لا. ولكن أظن أي حاجة بتحصل فيها كورة وفيها احتكاكات وفيها ماتشات كتير ممكن تديك أي استفادة أكيد. يعني يمكن من حديث رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي عن هذه البطوله ان هي تساعد الفرق على ان هي تطور من نفسها بشكل اكبر، ان الكره الافريقيه والقاره الافريقيه تكون في مكانه كبيره، وزي ما برضو يعني خدوا بالامثله في كاس العالم بالتاكيد وجود فرق عربيه قدرت ان هي تصنع فارق وتظهر بشكل جيد جدا. زي ما بقول لك، هو كلامه واضح جدا، وان هو بيفكروا ان هم ازاي يطوروا او يساعدوا الكره الافريقيه والانديه الافريقيه اذا كان ماديا او فنيا. انا بقول لك مش هتقدر تحكم على البطوله او الدوره غير لما تشوف نسخه اول نسخه ليها وتشوف هل مردودها هيبقى عامل ازاي بالنسبه لنا. واحنا كمان بيهمنا ممثلنا وممثل مصر النادي الاهلي هيبقى ازاي مشواره، عامل فيها ازاي، لعبته، جاهزيه لعبته، عدد لاعبته اللي هيقدر يلعب في كل البطولات. يعني الاهلي عنده بطولات عديده جدا، من كاس عالم، من ابطال افريقيا، من هو ده اللي قصدي عليه. ان طبعا مستر كولر هيبقى عنده شغل كبير جدا ان هو ازاي يقدر يوفق او يقدر يتعامل مع كل الارتباطات اللي موجوده دي، ولكن اظن هو بدل هو حاطط في دماغه وعارف الارتباطات والاجنده اللي عنده في السنه كلها، وعارف ان النادي الاهلي بيلعب على معظم البطولات على النهائيات كلها، اظن ان هو اكيد عامل حسابه على كده ان شاء الله. هل ده بيساعد الفرق شويه اللي عندها ارتباطات كتير زي الاهلي مثلا، نقدر يستخدم كل اللعيبه بشكل عام، ما يبقاش في لعيب ما بيشاركش لفتره طويله؟ والله هو على حسب انت عايز ايه من البطوله او عايز ايه من الماتش نفسه. انا ممكن تلعب اللعيبه كلها، ولكن هو كان بيعمل حاجه السنه اللي فاتت تديك ان هو الناس كلها زي بعضها، الناس كلها بتلعب، فده ممكن يديك ان هو الناس كلها بالنسبه له هيستخدم كل اللعيبه الموجوده. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن محمد بشكرك جدا، بالتوفيق دايما. شكرا يا كابتن، شكرا.